ان شاء الله. مهمة سحرية اللي كتشوهك في الحمام، خاصة لك انتي موسخة. يا اختي راني كنهضر معاكم يعني من داكشي كنحطو لكم اون ديتاي. لك انتي موسخة موسخة نيت ودرتي هاد الوصفة غادي تشوهي في الحمام، تبقاي ديري ويلي ويلي امي انتي مالي انايا عمرني ما حكيت. عرفتي شنو اش غادي نعاود لكم على الوسخ اللي غادي يخرج، اش غادي نعاود لكم على الوسخ اللي غادي يخرج البنات بنات وعيالات وكل شيء، وما كيعرفوا هاد الوصفه غير العيالات خوتي. مهم كاع الناس اللي كيشوفوني راه اللي كيعرفوا هاد الوصفه هذه بالضبط غير دوك العيالات ديال زمان. السلام عليكم، صباح الخير عليكم زوينات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خصكم فاطمة زهرة في الكوزينه. اشنو كديري في الكوزينه؟ كنصاوبو رفيسه البنات بالدريل البارح بالليل، بعدا ما ديوش على شعري وعلى التنتيفه وعلى على الصباح هذا في يوم يقاد قبلوا عليا وصافي، راه كاملين تنوضو مشنت فين عندك وتصحابو. انا راه تندير الوصفات والعنايه وما عادش داك الشيء راني تنصبح ما عادش كي دايره، لا حتى انا تنصبح مشنت فين مشعكه دايره بحال ما مغوله. المهم زوينه تنضحك معاكم، تنبغي كنضحك معاكم مره مره. ما ديوش على داك الشيء وعلى ديك الروينه، راكم عارفين الصباح كيفاش كتصبح الكوزينه. مهم اليوم غادي نبارطاجي معاكم بعدا واحد الوصفه يا البنات، واحد الوصفه خطيره خطيره خطيره، وصفه ديال الجسم. بحكم ان انا نعاود لكم من الاول باش ما نبقاش ندخل ونخرج في الهضره وهذه وهذه. دابا ملي كنديروا الفيسه كنبغي انا كنهضر على راسي كنبغي ندوش من بعد منها، فقلت غادي ندوش وغادي نفرك يعني غادي نحك، فضروري غادي ندير شي وصفه. فانا عندي واحد الوصفه عرفتي البنات قسما بالله الا خطيره وواعره بزاف بزاف. عرفتي ملي كديريها اش منك يا وسخ كيخرج، هذه خاصه الوسخ. الوسخ لما بغاش يخرج لك ديريها وتفكري اختك فاطمه الزهراء كنديرها انا، كيديروها لا فامي كلشي كلشي تقريبا يعني على العيالات ديال العائله وداكشي. فاول حاجه هي اننا دخلنا الكوزينه دابا، المهم عاونت ماما في الرفيسه وداكشي التريد، حنا كنديروا الرفيسه بالتريد. هانتي بحال كنهضر مع شي وحده، هانتوما البنات تريد صوبنا هنا وماما كما كتشوفوا. مهم رقيق هانتوما كنقطعوها رقيق ونوريكم. مهم هاد التريد هذا ملي كتصاوبيه وكتخبيه في الكونجيلاتور، كتصاوبيه واحد الكونتيتي وكتخبيها، كتجيك ساهله النهار كتوحشي الرفيسه كتجبديها كساشيه. هذه دابا راه تبارك الله ما شاء الله توكل دوار، راه عرفتي شنو راه ملي كديريها في القصعه تبارك الله ما شاء الله التريد كيعطي. فملي كنبغيو بحال هكا ملي كنجبدوها من الكونجيلاتور كنكونوا صافي صوبنا الروا ديالها وداك الشيء، كناخذوا الكسكاس ياك هنوريكم، خرجنا من الوصفه دخلنا للطبخ، كناخذوا الكسكاس وكنديروا تريد في الكسكاس وكنديروه في يعني كيتفور ولا كيتبخر ولا اش كيقولوا لها، كيطلع معاه غير البخار ديال الماء صافي كيجي خطير. ماشي هيتكم وسمحوا لي واي وحده تسمح لي يعني الا تشهات الرفيسه بالتريد. هانتوما البنات هانتوما رقيقه، كنقطعوها انا كنقطع بالمقص، ماما تتقطع بالموس، هي رقيقه وكاين تريد لي رق من هكا يعني بحال شكل در الزيزه، مي ما كنفضلوش انا يكون بحال شكل در الزيزه كيجي معلك ومرولي ما عرفتش كيفاش داير، فمن الاحسن التريد يكون بحال هكا ما رقيقش بزاف وما غليتش بزاف مويان. ف ان شاء الله غادي نتغداو ان شاء الله وغادي نبارطاجي معاكم الوصفه العجيبه السحريه اللي كتشوهك في الحمام، خصوصا لك انت موسخه. يا اختي راني كنهضر معاكم يعني من داكشي كنحطو لكم اون ديتاي، لك انت موسخه موسخه نيت ودرتي هاد الوصفه غادي تشوهي في الحمام، تبقاي ديريها ويلي ويلي امي انت مالي انايا عمرني ما حكيت. المهم الغزالات ديالي بلا ما نطول عليكم في الهضره، قرب النيت وقيت الغداء غادي نتغداو داكشي وعاد غادي نبارطاجي معكم الوصفه. يلا خليكم معايا وما تمشيو في وما تنساوش اللايكات اللايكات اللايكات.
عرفتي شنو يا البنات، هاد الوصفه هذه اولا هاد الخلطه هذه قسما بالله الا مني غادي تبداو تحكوا، مني غادي تمشيو للحمام وتبداو تحكوا، راه صافي راه غادي نطيح لكم في بالكم وغادي تقولوا شكرا فاطمه الزهراء الله يرحم لك الوالدين. ولكن ما كذبش عليكم البنات، بعض المرات بعض المرات كنحشم قسما بالله الا كنحشم، لان هاد الوصفه كتحشمني وفي نفس الوقت كتخرجني يا اختي، كنشعل تقولوا لي علاش كتحشمك، لان الوسوخات اللي كتخرج راه ديال 1995 قسما بالله الا هاد الوصفه كنديرها انا، كديرها ماما، اختي، لا فامي، خوالاتي، خطيره 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 بزاف 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 بزاف. ففيها 4 ديال المكونات، غنبارطاجي معكم داكشي عشوائي. اول حاجه راه بدلت لكم البلاصه اللي كنصور فيها، جبتكم البلاصه اللي حاطه فيها كاع داكشي ديالي، داك البرودويات وداكشي ديالي. مهم اول حاجه واول مكون، عرفتي هاد الخلطه يا البنات ريش غادي نقول لكم هتحشموا من ريوسكم والله العظيم، خصوصا الا كانوا كجالسين حداكم الناس في الحمام، زعما انا مشيتو للحمام وي 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 شو هالعالميه. المهم حتى شي وحده ما تقولي انا ما كيخرجش مني الوسخ، شوفي اختي كلنا كيخرج منا الوسخ، بعد المرات تتحشمي من راسك كيما دابا كانت كورونا وداكشي، راه بنادم ما كانش كيمشي للحمام. فاختي الا مشيتي للحمام اولا الا غسلتي غير في الدار ديريها وتفكري اختك فاطمه الزهراء، تفكريني يا اختي تفكريني. مهم عندي هنا واحد المعلقه ديال الحنه، حنه ماشي ديال النقيش البنات، في اطونسيون ماشي ديال النقيش، غير ديال سميتو. المهم انا راه غادي ان شاء الله غادي ندوش، فغادي ندير على حسابي يعني معلقه كبيره، وغادي ندير لالا هانسي اختي راهي الله جايه من عند العطار باقي هادشي بكوارطو، ما نحط لكم هادشي لا في زلايف لا والو، قبلوا على اختكم قانع نحط في زلايف صافي من الكاريط ندير. هادي اختي الشبه مطحونه، حتى هي غادي ناخذ منها معلقه، تبعوا معايا حتى وحده ما تقول لي باش نعوض، ما باش نعوض، شوفي هادشي موجود كاين عند العطار. ايوا يا اختي شحال عطاني معلق، غنديرها كامله ما عندي ما ندير، ناري شحال عطاني ويناري شحال زقيريم من هاد المنبر العشاب، راك تزقربتي معايا في الشبه، عطاني معلق ناري. مهم هنا عندي المكون الرئيسي والسحري واللي كيخرج لك يا اختي الوسخ، وما كيبغيش يتقطع منك الوسخ، وكتحشمي تتقولي يا ويلي واش انا عمرني ما غسلت، هو الداد. والجزائريات عارفكم غادي تسولوني على الداد وغادي تقولوا لي شنو، انا ما عارفه الصراحه اسمه باللغه العربيه ولا ما عرفتش. مهم حنا كنقولوا ليه الداد، هذا مسموم، هذا ماده سامه ما كدارش للوجه، ديروه غير اللحم ديالكم فقط. وانا ري هاد العطار ما عرفت مالو، ويلي مولف كيقوي معايا الشو عاطيني كذبه. مهم ندير حتى هي معلقه، وهاد المعلقه هادي غادي نخليها للمره الجايه. انت يا اختي داير ليا في سميتو داير ليا هادشي داك ديال الاجتماعيات ياك، كديريها معلق معلق من الحجر، داكشي كيعطي صراحه. وعندي هنا الصابون البلدي، الصابون البلدي هذا ديجا كان عندي، حتى هو غادي ندير منه واحد المعلق، معلق ديال الصابون. كما قلت لكم البنات ما تقولوش ليا باش نعوض، ما باش نعوض، هادشي راه كاين عند العطار كاين وموجود، سمعتوا هادشي كاين وموجود. مع هذا الا كنتي بحال هكا جزائريات ولا يعني كنتي في شي دوله وحده اخرى، ما كذب عليك ما عندي ما ندير لك. المهم هادشي كنخلطوه بالماء سخون، الماء سخون ضروري، ما ديروش الماء بارد، ديروا الماء سخون صافي. وكتخلطي اختي الوصفه مزيان ياك، وكتخليها ماشي كتخلطيه وتنوضي ديريه، لا كتخليها واحد شويه حتى كيخمر هادشي مع بعضياته كيتجانس، ما تعقديهش وما تجريهش، ديريه بحال هكا. انا كنجيب لكم يا اختي غير الوصفات ديالنا الزمان،
تحيدي عليا من البروتوكول، تنجيب لك داكشي ديال الناس زمان. هانتي عرفتي هاد الشيء كيفاش كيرد اللحم، كيشعل، كتخرجي اختي بحال البيضه المسلوقه ياك. ويلا بغيتي تصرعيها، شوفي الشبه كي بقات، الا بغيتي تصرعيها زيدي الحامض، هذه في حاله الا بغيتي تخرجي احسن وصفه للجسم. انا ما عنديش الحامض، المهم هذا الشيء كندير ليه انا السلوفان، كنغطيه وكنخليه حتى كيخمر ياك، ونيت كتهبط لي شويه درجه الحراره ديالو لان الماء سخون راه صعيب عاوتاني. صافي وغادي نديروه ان شاء الله، خليكم معايا. ايوا البنات دابا بعد ما خلطناها كما كتشوفوا ها نتوما، يعني كطلق وكطلق واحد اللون زوين. صافي دابا ان شاء الله كتاخديها يا اختي وكطليها لحمك مزيان مزيان، وكتخليها يعني كتشرب في لحمك وكطلق، وعاد كتحكي. ومع نتوما عارفين يعني الحمام كيكون سخون والحيمه كترطب، عرفتي شنو اش غادي نعاود لكم على الوسخ اللي غادي يخرج، اش غادي نعاود لكم على الوسخ اللي غادي يخرج البنات، بنات وعيالات وكل شيء، وما كيعرفوا هاد الوصفه غير العيالات خوتي. مهم كاع الناس اللي كيشوفوني راه اللي كيعرفوا هاد الوصفه هذه بالضبط غير دوك العيالات ديال زمان، هما اللي كيفهموا مزيان في هاد الشيء. المهم كديريها هكايا لحمك كما كتشوفوا انتوما، راه خطيره خطيره خطيره، كتقومي تقومي تقومي مزيان، فركي 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 لحمك مزيان. تبقاوش البنات تمشيو للحمام وتبقاو غير ديروا هذا الصابون وشامبوان وتخرجوا، لا ديما ديروا الخلاطات بحال هكا انتوما، شفتوا زعما حيت هي كتطلق شويه، نتوما عارفين الحنه كتطلق شويه داك اللون، بنتي راه مني غادا تحكي راه غادي يحيد، شفتوا انتوما. المهم الزوينه ديالي هذه هي الوصيفه ديالنا، انا ان شاء الله غادي نديرها ان شاء الله، غادي ندخل ندوش وغادي نديرها، راها زوينه. مهم لعجباتكم ما تنساونيش بلي لايك والدعم والاشتراك والبارطاج البنات، وهاد الوصفه تبارطاجيوهم مع صحاباتكم مع ميماتكم مع كل شيء اللي كتعرفوه، لا فامي كل شيء، العرايسات كذلك، نصحكم بهاد الشيء هذا راه زوين بزاف. مهم انا خليو ليا غير لي لايك، راه ما كنتخلص عليهم حتى شي حاجه، لايك باش الفيديو كيطلع، فديروا ليا لي لايك البنات وكومونتير يكون زوين في حالكم. وتهلاو ليا بزاف في ريوسكم، دابا غادي نغسل يدي وغادي نمشي اختي ناكل الرفيسه، ايه دايرين الرفيسه للغدا، مشهيتكم وسمحوا ليا سمحوا ليا اي وحده تسمح ليا، المهم دايرين الرفيسه ناكل الرفيسه عاد ندخل ندوش، ماشي ندوش عاد ناكل الرفيسه، المهم الرفيسه هي الاولى عاد ندوش، عاد ديك الساعه نجلس نستراح مع راسي، وعاد ديك الساعه نمونطي نيت هاد الفيديو ونحطو ان شاء الله. المهم تهلاو بزاف في ريوسكم، ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف، سلام عليكم هاد الساعه، واللي جربات هادي تقولها ليا في لي كومونتير، واللي جربتها وتحاشمات مع مع راسها خرج لي هذاك العرمد الوسخ تقولها ليا اختي في لي كومونتير، ما نحشموش من بعضياتنا، كنا فحال فحال كنا فحال فحال كنا كيخرج منا الوسخ، حتى وحده ما تقول لي لا انا راني الحمي داير بحال ما عرفت كيفاش داير ما تيخرجش كاع الوسخ، لا كلنا كيخرج منا الوسخ وعادي جدا. المهم تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم.